إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 211 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 517,023 حالة، بينما تم تسجيل 3 الوفيات ليصل عدد إجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9,122 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 178 حالة شفاء إضافية، ليرتفع عدد الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 178,000 متابع الكرام، ليصل عدد الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 505,222 حالة. فجهة الدار البيضاء سجلت الدار البيضاء 104 حالة وتسجيل الوفيات، النواصر 6 حالات، مليون 4 حالات، جديدة 3 حالات، بن سليمان 2 حالات، المحمدية حالة واحدة، بينما مراكش 19 حالة، قراصنة 4 حالات، الصويرة حالة واحدة، بينما الصخيرات تمارة 11 حالة، الرباط 5 حالات، سلا 2 حالات، خميسات حالة واحدة، وزان 11 حالة، تطوان 2 حالات، شفشاون 2 حالات، أكادير 11 حالة، إنزكان 3 حالات، تيزنيت حالة واحدة، واد الذهب 6 حالات، تينغير 3 حالات، زاكورة حالة واحدة، رشدي حالة واحدة، وجزات حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 211 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 517,023 حالة، بينما تم تسجيل 3 الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9,122 حالة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 178 حالة شفاء إضافية، ليرتفع عدد الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 505,228 حالة. فجهة الدار البيضاء سجلت 104 حالة تسجيل الوفيات، بينما النواصر 6 حالات، مليون 4 حالات، جديدة 3 حالات، بن سليمان 2 حالات، والمحمدية حالة واحدة، بينما مراكش 19 حالة، قلعة صراغنة 4 حالات، الصويرة حالة واحدة، الصخيرات 11 حالة، الرباط عادي الرباط 5 حالات، سالة 2 حالات، والخميسات حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 211 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل ذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 517,023 حالة، بينما تم تسجيل 3 الوفيات ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 9,122 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 178 حالة شفاء إضافية، ليرتفع ذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 505,122 حالة. إذا المتابعين الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.